تمضي مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بكل العزم والثقة على طريق التنمية التي تلبي تطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل. بتلك الكلمات الحكيمة يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في العديد من اللقاءات والمناسبات أن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة قوية وواعدة وتمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تتواصل بذات الزخم والإرادة الصلبة، وأن تحقيق مزيد من النجاحات ارتكازا على عطاءات أبناء البحرين في كل مواقع العمل والإنجاز. حينما قامت بوضع برنامج عملها للأعوام 2015-2018، حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على أن يكون البرنامج ذا طبيعة واقعية وقابلة للقياس والتقييم، وأن لا يكون بعيدا عن مبدأ هام تلتزم به الحكومة، وهو ضمان التوازن بين الإمكانيات والموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة للمواطنين. ورغم شدة التحديات الاقتصادية التي مرت بها العديد من دول العالم ومنها مملكة البحرين، إلا أن الحكومة برئاسة سموه استطاعت أن تتجاوزها بنجاح مشهود تؤكده الأرقام والإحصائيات، حيث بلغ متوسط الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الحكومة حتى نوفمبر عام 2018 نحو 90%، والتي تتضمن المشاريع التي يتم تمويلها من قبل وزارة المالية وعن طريق الدعم الخليجي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر جزءا في تنفيذ برنامج عمل الحكومة. وتماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتوجيهاته العديدة بشأن أهمية المتابعة والتنفيذ الفعال لكل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات أو ما يتم اعتماده من مشروعات خدمية، لا سيما تلك التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين ومتطلباتهم المعيشية والخدمية، فقد تم تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة جميع المشاريع ومراحل تحققها وفي أي مرحلة متأخرة أو متعثرة. وتأتي هذه الإنجازات المتميزة التي حققتها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر نتاجا لجملة من العوامل، على رأسها المتابعة المستمرة من سموه لمدى التقدم في تنفيذ وإنجاز المشروعات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى اجتماعات العمل المباشرة التي يعقدها سمو رئيس الوزراء مع الوزراء والأجهزة الحكومية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ المشروعات، فضلا عن تفاعل سموه السريع مع ما تنشره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من ملاحظات وشكاوى يبديها المواطنون بشأن المشروعات التي يجري تنفيذها أو التي تمت بالفعل. إن نسبة الإنجاز العالية التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 تؤكد نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف الوطنية التي تلبي تطلعات الوطن والمواطن، وأنها استطاعت باقتدار أن تتجاوز كل التحديات الإقليمية والعالمية لا سيما الاقتصادية منها، وأنها ستعمل على استكمال مسيرة الإنجازات من خلال برنامج عملها القادم بما يلبي التوجيهات الملكية السامية ومتطلبات المرحلة.